مرحبا، معكم نايف حصون تيليكوميونيكيشن اند نتورك انجينير. اليوم حيكون فيديو نمبر 3 لعنا بالفيكو سوفت وير. اليوم حنتعلم كيف نعمل اري اوف دايبول انتنا. رح نرسم 4 اليمنت. فخلينا نبلش كيف نستخدم. اول شيء نعمل كرييت نيو موديل، من بعدها بالفاريبل بنلاحظ عندنا سي 0 سبيد اوف لايت، ابسلون 0 ميو 0 باي، وزد الامبيدنس. خلينا نعمل كرييت نيو فاريبل. اول فاريبل هو الفريكونسي اف، راح اعطيه انا 2.4 جيجا and stem power 9 2.4 جيجا هرتز create. من بعدها راح نخلق اللامدا، اللامدا يلي بتساوي سي اوفر اف، اللامدا هي سي 0 اوفر اف. كمان نعمل create. من بعدها كمان لاخلق انا الفاريبل جديد اللي هو h، يلي هو طول الانترين كله ياتو، يعني لامدا اوفر 2. نعمل create. اوكي، هلا صار فينا نرسم الدايبول. اول شيء بنفقس construct، من بعدها بنفقس line 0 0 0، خلينا بالn نعتبر minus h over 2، كمان 0 0 h over 2. يعني صار اول شعفه من الدايبول هي لامدا over 4، ثاني شعفه هي لامدا over 4، نسميها دايبول. create. هلا بنفوت على view بنعمل extend، بنلاحظ هذا هو الدايبول. لنقدر نغذي الدايبول نفس على الواير، رايت كليك كرييت بورت واير بورت على الميدل، دائما بورت هو الليبل تاعه بورت 1 كرييت. هلا بنروح على السورس لود، نعطيه فولتج سورس 50 اوم والماجنتود 1. كمان بنروح على الفريكونسي، من اللي انت بتشتغل على الفريكونسي اللي هي 2.4 تايمز 10 باور 9 جيجا، 2.4 جيجا. اوكي، هلا من بعدها فينا نفوت على الماش، نعمل كرييت لماش ستاندرد مثل ما هي، نسميها هون لامدا اوفر 1000 كواير سيجمنت راديوس ماش. اوكي، هيك نحن قسمنا اول دايبول. يلي لقنا سريعين بهالرسمه في يرجع تيتوريال نمبر 2 ويشوف كيف نرسم دايبول ونكتب الريكوست تاعونه ونشوف الريزلت. هلا خلينا هون، من بعدها نحن لنرسم واير. خليني هلا انا اعمل ترانسفورم لهالواير كاميرا، لو انت اليو والبي هوني على اللامدا اوفر 2 كديستنس. بدي اياهم على البي على اليو ان على البدي اياه، وبين اكس واي بلين وغيره. بس انا هلا مش لأ اعمل ميرور، انا رح فوت على الكوبي اعمل له دوبليكيت كوبي. فتنا على الدايبول، نفس كوبي ترانسليت. اوكي، هلا انا هون لحله منتقل من 0 0 0 0 2 0. الفي لا اعتبرها انا لامدا اوفر 2، والان لا اعتبرها 0. فنمبر اوف كوبيز انا لا اعتبر عندي مثلا 4 كوبي. اوكي، بنلاحظ هلا بنفس على فيو اكستند بين عندي 4 كوبي، وعندي الاساسي يعني 5 انتنا 5 دايبول انتنا. كيف عملناهم؟ فصنا على الدايبول، فتنا على ترانسفورم كوبي، عملنا له اند ترانسليت من 0 0 0 من السنتر، يعني مشينا على اليو 0 بس، ما مشينا ابدا على اليو، مشينا بس على الفي، فحطيناها لامدا اوفر 2 هي الديستنس بيناتهم. فينا نغير الديستنس حسب النوع الاري اللي عم نستخدمه، اذا انت فاير اري او غيره. وفي عنا الان كمان مشينا عليها زيرو، ما تحركنا ابدا. كم كوبي بدنا؟ طلبنا 4 كوبي غير الكوبي الاساسي. اوكي، من بعدها هلا انا لازم غذي هول الدايبولات. فبفصع اول دايبول على الواير 1، رايت كليك كمان كرييت بورت واير بورت ميدل، نفس الاسلوب. نلاحظ الليبل اختلف، صار بورت 2 كرييت. كمان للكل بدي اعمل نفس الطريقة، نفس على كل واحد منهم، رايت كليك على الواير، نعمل كرييت لبورت كمان بالميدل، كمان للكل. ميدل كرييت كمان للرابع. واير بورت ميدل كرييت.
الاكس عندي 5 بورت. هلا انا لازم اضبط السورس تو تاك الوحده. لاحظ انه للاول عنده سورس تو، الثاني ما عنده. خلينا نعمل كرييت سورس تو 50 اوكي. كمان للثالث ثالث بورت كرييت بورت 3 لود للبورت 4 كرييت سورس للبورت 5 اوكي. هيك عملنا الكل فريكونسي هي 2.4. ضل عنا نطلب الريكوست رح اطلب انا الباركيل ونلاحظ 3D كرييت اوكي. هيك دخلنا 3D باترن. من بعدها انا بفوت على المش بروح على الكونستراكت دايفول 1 بطلب له المش تاعته عندي نفس القصة اوكي. عملنا الكل نفس المش. هلا من بعدها فوت على السولفر بفصل فيكو سولفر ديوشن يس بسميه رح سميه اري اوف دايبول سيف. هلا خليه يعمل ران ليشوف اذا في ايرور او شيء. اوكي ما في ولا ايرور اوكي. من بعدها بفصل بوست فيكو لعرض الريزلت والريكوست اللي طلبتها يلي هي البارفيل متى عندي البوست فيكو. خليني هلا اشوف الفار فيلد يلي عندي فار فيلد. خليني اشوفه بالدي بي كجين 15 دي بي جين. بنلاحظ هو نورمال تو ذا اكسس يلي حطيتهم انا عليه الفي. بنلاحظ كيف زاد الدي بي بشكل كتير كبير لانه انا هون حطهم ديستنس لامدا اوفر 2 اللي هي توتال ريفلكشن بيعطينا. وبنلاحظ انه بالعكس الموجودة للانتنات ما في ابدا جين. اما بالنورمال بلين اللي عليهم اللي هي اليو نورمال اكس بنلاحظ انه هو التوتال راديشن بهالاتجاه 15 دي بي. اوكي ثانك يو فور واتشينج. بتمنى يلي استفاد من هالفيديو يعمل لايك سبسكرايب كمان شغله. ثانك يو.